السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في هنا على نهر شبل في الجوهر، وطبعا احنا شايفين هنا المشكلة الأساسية اللي موجودة عندنا، اللي هي الكتل بتاعت الشجر دي، الأشجار اللي موجودة وكسرت البوابة هنا. هنا كان في بوابة عشان تمنع الماء منها تيجي، وفي كل البوابات اتكسرت، وكل اللي هي المصاعد اللي بتطلعها اتكسرت. في ادي واحده مكسوره، وهناك واحده مكسوره، وادي واحده مكسوره هنا، وهنا كمان في واحده مكسوره، كلهم مكسورين هنا. هو شايفين كل الحاجات دي كلها مكسوره، كل البوابات مكسوره. فهنا المشكله مشكلتين: مشكله ازاحه كل هذه الاشجار من مجرى النهر، لو نهر شبل، والمشكله الثانيه هنا وضع بوابات جديده وانظمه جديده علشان تنظم سير الميه. يعني نشوف الميه ماشيه، لما بتحصل امطار كثيره الارض كلها بتتغرق بالفيضانات، زي ما احنا شايفين في الناحيه اللي هناك دي فيضانات، دي فلادنج الناحيه الثانيه. فده شيء بسيط جدا ممكن يتعمل علشان ينظم اللي هو خروج الميه من البوابات دي، عشان يوزعها على القنوات والافرع بتاعت النهر. وهنا جزاكم الله خير، ودي شيء بسيط جدا ممكن نحيي بيه او ننظم بيه المياه اللي بتخرج من نهر شبل للقرى المجاوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We are here on the Fao Bridge. نحن هنا على الكوبري الفاو اللي بنقول الفاو، وهناك في السابونه البراج بتاعته اللي هو الهويس اللي تخش منه المياه عشان تنزل بيت نهر. زي ما احنا شايفين هنا هو ان المشكله الكبيره اللي موجوده هنا هي موجوده في الاشجار اللي موقفه الميه عشان ما يخش هناك في الهويس ويطلع في الناحيه الثانيه. بتحصل هنا امطار كثيره على النهر، بتحصل فيضانات، فالميه بتروح على الجانبين من كل حته. هنا برضك في بوابات تحتينا هنا، هو زي ما احنا شايفينها البوابات دي مش بتشتغل يعني. فبالتالي لما بيحصل الميه بتزداد معدلها هنا هو من الامطار، بتخلي اللي هو الفيضانات تحصل في الناحيه الثانيه. زي ما احنا شايفين الميه هنا اهو، شوف الميه هنا وجايه وواقفه ما بتتحركش من تحتينا. وده ليه؟ لان البوابات مقفوله، مش عارفين يفتحوها، عايزين يصلحوها، وبقالها يمكن 20 سنه او اكتر ما صلحتش. فدي احد اشياء المشاريع بتاعت اللي هو كيف ندير المياه في مثل هذه المناطق عشان نمنع الفيضانات. ده يختلف تماما السيستم ده عن الاشياء اللي احنا شفناها قبل كده اللي بتعتمد على مياه الامطار. ونراكم في اماكن ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ماشي دلوقتي وجنبي نائب رئيس المنطقه بتاعت شبل، هنا هو اخونا، هنا هو ماشي معانا. وهنا كان الناحيه الثانيه احنا شفنا النهر وهو بمسدود بالاخشاب دي كلها، والناحيه دي هنشوف لما الفيضان جه وغرق كل الاراضي اللي موجوده في الناحيه دي اللي هي موجوده دي كلها فيضان، لان النهر ما قدرش يوزع اللي هو المياه اللي فيه على البوابات اللي احنا ورناها المره اللي فاتت مكسوره. ده فيضان هنا هو حاصل، وده الفيضان ده حصل من حوالي اسبوعين، فكان مغرق كل الاماكن اللي هناك. ودلوقتي المياه بتقل شويه علشان البوابه هنا مسدوده بالاخشاب، وكمان البوابات بتاعت اللي هي الهويس اللي هنا ده مش موجوده، راحت ايضا. فده طبعا هي مشكله مش كبيره، مشكله يعني يدويه لبعض العمال يجي ينظفوا اللي هو الاخشاب دي. وبعدين المشكله الاخرى ايضا نتكلم عنها اللي فيها مين، فيها اللي هو شايفين كل البوابات اللي هناك دي مكسوره مش موجوده، محتاجين يرتبوا البوابات. يعني البوابات دي المفروض بتتفتح وتتقفل عشان تعمل تنظيم لخروج الميه لمجرى النهر الاساسي والانهار المتفرعه منه. فكل الموضوع ده بيحتاج لقوه بشريه تشيله قبل ما نجيب الاشياء الثانيه. واشكركم من مكان هنا هو، ونراكم في مكان اخر.